يعني لعل هذا الفيديو هو خير دليل على يعني ايش كثر التلفزيون فعلا يأثر حتى على الأطفال الرضع في المرحلة هاي. إذا مشاهدينا نبقى مع الأطفال، فمرحلة الطفولة هي المرحلة الأهم في الحياة، لذا كانت هذه المرحلة محط أنظار المربين. وحفظ القرآن الكريم منذ نعومة الأظافر كفيل بأن يمنهج الطفل على درب الصلاح وأن يقوده في مستقبله نحو الخير. وهو بحسب دراسة أجريت في مصر يقوي الذاكرة ويضمن للأبناء النجاح والتفوق في الكبر، ويحفظ اللغة العربية من الاندثار. وجاءت نتائج الدراسة حول أثر تعلم القرآن على مستوى النمو اللغوي والذهني للطفل وتنمية مدارك الأطفال. وحول الموضوع مشاهدينا في ملف الصباح لليوم، بيسعدنا استضافة الأستاذة عائشة بالجافلة رئيسة جمعية رؤيتي للأسرة. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا بوجودك ويانا اليوم. أهلا وسهلا فيكم وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة يا. مباركة عيدكم على دبي كلها والإمارات. تسلمين، آمين يا رب. طبعا نحن اليوم نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية. طبعا أستاذة عائشة، خلنا شوي نتكلم عن أهمية تحفيظ القرآن للأطفال خاصة في المرحلة العمرية. نعم. اللي تعد حساسة جدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطفولة سبحان الله حسب يعني ما مثل الوعاء الفارغ. نعم. حسب أنت ما تصبين فيها يتشرب هذا الوعاء ويستوعب هذا الوعاء. فمن الطفولة إذا أنت نشطتي دماغه وسبحان الله أعطيتيه، طبعا نحن في مناهج التعليمية للطفولة الطفل لازم في عمر السنتين يكون عنده 5000 كلمة. نعم. فكيف أنت بتعلمين وكيف بتوصلين لمرحلة أن يكون هذا الطفل كلماته مخارج حروفه صحيحة، عنده من يعني معجم الكلمات من البلاغة اللي أنت يوصل هذا الولد بشخصيته الرائعة. 5 سنوات تحصلين هذا الطفل تبلورت شخصيته وتكون كيانه من خلال تعليم الكلمات. نعم. فما أجمل كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أنت علمتي هذا الطفل ورسختي هاي الأمور فيه، إحنا نعرف أن اللغات الثانية محور أن هل الطفل يتعلم القرآن في نفس الوقت يتعلم لغات ثانية. نحن ما نتكلم الحين على الإنجليزية فقط. صحيح. إحنا وصلنا مراحل حتى يبغون يعلمون أولادهم الصيني. نعم. فالطفل إذا أنت عطيتيه سبحان الله هاي اللي هي لغة الأم. نعم. أول شيء قويتي اللغة عنده، صار الولد فصيح، صار الولد مفرداته، صار الولد يعرف يعبر عن مكنونه. فما أجمل أنك أنت تعطينا رسالة الله سبحانه وتعالى من حفظتي عليه عفافه. صحيح. في زمن تشوهت للأسف الفطرة. للأسف. نعم. عطيتيه سبحان الله أن هذا الولد جوهرة فيه الصفاء وفيه. نعم. النقاء وفيه سبحان الله قوة الشخصية. نعم. نعم. وأجمل شيء يوم تحصين أنت طفل فوق 5 سنوات بليغ، فشو أجمل من بلاغة القرآن. طبعا طبعا. فالله يعني يرزقنا الوسيلة. آمين يا رب. للأسف ليش الأمهات أول شيء يبغي لجهد. لا تقولين أنا بودي مركز أو مدرسة بتحفظه. نعم. نعم. متابعة، لازم المتابعة، لازم المراجعة. صحيح. لازم وسبحان الله ترى على فكرة نحن نعلم أولادنا في نفس الوقت نحن بعد نتعلم. نعم. فهي سبحان الله تنافس بينك وبين أبنائك في حفظ القرآن، وعلى فكرة حفظ القرآن مشروع حياة. صحيح. ما بحفظ أنا جزء عمه وخلاص انتهيت، لا أنا مستمر الحمد لله إن شاء الله لما يكونون أنا وأولادي خاتمين. صحيح. القرآن بإذن الله. صح. فحفظ القرآن سبحان الله أول شيء أنت عطيتيه السكينة، خليتي الولد سبحان الله مرتاح نفسيا لأنه يعبر. أنت يوم تعطينا مثل الفهرس. صحيح. عطيتيه مجمل التعابير ومجمل. نعم. الكلمات الولد عرف شو داخله. نعم. أعطيتيه الأداة اللي يعبر فيها عن مكوناته. فنحن أغلب تلقين سبحان الله قوة الشخصية عندنا في الأطفال عندهم خجل وانطواء. نحن مو ضد الحياء، الحياء شعبة من الإيمان. أكيد أكيد. لكن الخجل اللي يربكني أني ما أعبر شو مكنوني. نعم. ليش؟ لأن سبحان الله في أشياء في الطريق خلت هذا الطفل تصير عنده يعني حجب بينه وبين عن مكنون يعبر عن شو داخل. هذا قد أيضا ينتج عنها أمراض نفسية عند الطفل. مية بالمية. من حيث الاكتئاب وإلى آخره لو ما قدر يعبر. نعم. عن ما بداخله. نعم. وأجمل ما في أن القرآن سبحان الله يعني نحن بغض النظر عن أن كلام الله سبحانه وتعالى يعطي الطفل شفافية، يعطي الطفل روح تحفه الملائكة. صحيح.
فكل ما حفظتي طفلك القرآن نحن نبتدي وياهم من جزء عنه. نعم. والحمد لله من فضل الله عز وجل يعني طبعا تلقنين الطفل الولد بعد ما قرأ. نعم. في يعني المراحل نبتدي وياهم طبعا من الطفولة نحن نهدهد عيالنا بلا إله إلا الله. صحيح. إن نعوذهم بالمعوذات لكن ما حفظناهم. بعد السنتين هني لازم يكون الطفل على الأقل عنده من صفحتين إلى 3 صفحات. هذا في عمر السنتين. وبعدين الحمد لله نبتدي منهج التحفيظ وياهم لين 5 سنوات لين 4 سنوات لازم الطفل يكون حافظ أقل شيء في هذا العمر جزء عنه. حلو. فالحمد لله نحن البارحة كان عندنا اليوم المفتوح في الجمعية اللي هي بداية الحمد لله كل سنة وعيالنا ودولتنا إن شاء الله بخير بداية بعد العيد والنشاط الحمد لله بادين بسنة جديدة فالله عز وجل يعني يكتب فيها من العلم ويجعلهم إن شاء الله يسعون في هذا الدرب. جميل. طب اليوم من واقعنا الحالي أستاذة عائشة فعلا في إقبال اليوم على تحفيظ الأطفال في هذا العمر القرآن الكريم؟ في إقبال لكن ما في مثابرة. يعني أنتي مب أنا كل أم عندها همة. نعم. لو بسألك أنت تتمني تحفظين القرآن بتقولي لي 100%. نعم. لكن وين الهمة والعمل؟ فمن مجرد أني أنا أحلم أولادي يكونون حفاظ أو أتمنى أنهم أو أتمنى يحفظون. أنا مهما بنيت بروج على مخطط بدون تنفيذ سبحان الله ما بوصل للهدف. فقرآن لازم المثابرة وسبحان الله كل ما كررنا وقرينا وحفظنا نحن نعرف أن سبحان الله في النهاية أنت تجنين الحسنات. صحيح. نعم. خلنا شوي نتكلم عن جمعية رؤيتي للإسراء. نعم. شو أهم أهدافها ومتى فعلا انطلقت؟ الحمد لله نحن أسسنا جمعيتنا ونحن كلنا متطوعات. يعني عمل تأسيس جمعيتنا الحمد لله من فضل الله عز وجل كل القائمات عليها متطوعات. أسسناها سنة 2000. كنا الحمد لله يعني سيدات من المجتمع ونتمنى أن نخدم بعيوننا بلادنا ونخدم جيل عيالنا وسبحان الله مجتمعنا. نعم. فالكلمة الطيبة صدقة. صح. وسبحان الله شو أجمل من القرآن الكريم. وشو أجمل من الأسس اللي أنت تحطين هاي المنارات في كل بيت. فالحمد لله جمعيتنا ذاخرة بالمناهج الاجتماعية أولها طبعا القرآن الكريم على مصاف هذه المناهج. منهج قرآن الحمد لله نحن من دورات القرآن قلت لك أنا ما بمجرد أني ألقن الطفل مجرد كلمات. نعم. نحن تحفيظهم بإبداع. حلو. لازم تحفظين هذا الطفل ليش لأنه هذا منهج حياة. صح. فلا إذا حب القرآن خلاص عشان يتقبل حسولة. عشان يتقبل طبعا القرآن من البداية فبالحب سبحان الله روحه يقبل على هذا الكتاب. حلو. بالحب مو بالعنف. نعم. يعني عليه الصلاة والسلام يوم أمرنا أن نأمر بالمعروف. نعم. مو بنأمر بالعنف مو بالإكراه لا أبدا مجبر. نعم. حتى الصلاة سبحان الله أنت توقفين أنها صلاة بينه وبين ربه. يعني مجرد أنك أنت تقولي له هذا اتصال بينك وبين الله سبحانه وتعالى تحببينه فبيوقف وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى شو ما أجمل أن يفتح القرآن وعارف أن هذا كلام الله عارف أن هذه الرسالة مرسلة إليه من الله سبحانه وتعالى عارف أن كل كلمة فيها يرقى. نعم. كل كلمة سبحان الله فيها ونحن نبغى نحث عيالنا والله يجزي الشيخ محمد ألف جزاء أن بث فينا حب يعني القراءة وما أجمل أنك أنت تكون من أول كتبك اللي بتبتدي فيها هاي المسيرة كتاب الله سبحانه الكريم. أكيد اليوم ما شاء الله أستاذة عائشة القرآن يعني غني بالتعبير. نعم. البليغة فكيف تسهلون عملية حفظ القرآن وفهم القرآن على الأطفال؟ أحيانا ما بشرط أنه يفهمه. نعم. يعني إذا أنت قلتي له يعني عما يتساءلون ما بيفهم شو معنى القيامة طفل. نعم. بس مجرد بعد فترة سبحان الله بيستوعب بيترسخ. أنت مجرد أنك أنت تعلمينه نحن جزء عما إذا أنت يعني أكيد كلكم عارفين أن أغلبه لأن نزل. نعم. يعني آيات مكية فكلها مخاطب فيها قريش يعني. نعم. كفار قريش ففيها آيات القرآن القيامة وآيات العذاب لكن سبحان الله مجرد لكن تميزها بان ايات تقصيره. نعم. سبحان الله مرادفات تكون سبحان الله متناسقه. فالطفل يحفظ اللحن يحفظ الكلمه ومثل ما قلتي توه يتكون فمجرد هاي الكلمات سبحان الله تعلمها بعد فتره
تقدرين أنت تشرحي لي إياها بوضوح وهي توضح لي. صحيح. نعم. سبحان الله مع الوقت. طبعاً خلينا شوي نتكلم عن برامجكم الجديدة في جمعية رؤيتي. الحمد لله مثل ما قلت لك كان عندنا اليوم المفتوح من فضل الله عز وجل اللي هو تعريف بأنشطتنا. نعم. إحنا دورات القرآن تشمل جزء من تحفيظ قرآن والجزء الثاني تكون أنشطة. نعم. مثل ما قلت لك نحن نبغي الطفل اللي وهو يلعب يحفظ القرآن وهو مستانس يعني هي نعم يعني يتركنا هذا اليوم ويرجع لنا الأسبوع الجاي ومب أمه اللي تغصبه هو حاب أني فما بين النشاطات ما بين الفنية وما بين مسرح عرايس ما بين المسرح الهادف ما بين الخطابة ما بين أن يلعبوا يا أصدقائه في منهج معين نحن الحمد لله حاطينه ندخل فيه المنهج التربوي طبعا مع تعاليم إسلامنا كيف يأكل بيمينه كيف سبحان الله يعني كل هاي التعاليم فيها من الآداب ومن التربية سبحان الله من بر الوالدين من حسن الخلق من الله يجزيكم الخير أكيد طبعا ويعني هاي خطوات طيبة الحمد يعني لله. مثل ما دائما نقول هم جيل المستقبل فجميل أنه دائما يكونوا متأسسين على القرآن الكريم ومبادئ ديننا الحنيف شكرا جزيلا لوجودك ويانا اليوم الأستاذة عائشة بالجافلة رئيسة جمعية رؤيتي للأسرة شكرا نتمنى لك بدورنا نهار سعيد بإذن الله يعطيك ألف عافية.